كما جاء في العناوين، مريم تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمدينة الناظور على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني اليوم من تفكيك شبكة إجرامية تنشط في التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية وحجز 4 أطنان من مخدر الشيرة. وقد تم تنفيذ هذه العملية بمنطقة بن طيب ضواحي الدريوش، حيث أسفرت التدخلات الأمنية المتزامنة عن توقيف 4 أشخاص يشتبه في ارتباطهم بهذه الشبكة الإجرامية. وأسفرت عملية التفتيش المنجزة عن حجز 6 سيارات، واحدة تحمل ترقيما أجنبيا وبندقية الصيد، و363 خرطوشة نارية و16 بندقية غاز مسيل للدموع.